حصاد المقاومة إب. المقاومة الشعبية تستهدف طقم العسكري لميليشيا الحوثي والمخلوع في نقيل سومارا وسقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات الذين كان يقلهم الطقم. وفي كمين ثاني، أبطال المقاومة الشعبية يستهدفون تعزيزات عسكرية لميليشيا الحوثي والمخلوع كانت في طريقها إلى تعز والعند وسقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات. لحج، المقاومة تتقدم باتجاه مثلث العند وفرار جماعي لميليشيا الحوثي والمخلوع من مواقعها بالقرب من القاعدة الجوية. دمار، مقتل مسلح وإصابة القيادي الأمني للحوثيين أبو أشرف في عملية نفذتها المقاومة في مدينة معبر. وفي السياق ذاته، نفذت المقاومة الشعبية في إقليم آزال أمس الاثنين هجومين منفصلين استهدف دورية وتجمع لميليشيا الحوثي والمخلوع صالح في العاصمة صنعاء، قتل فيه 6 من عناصر الميليشيا وأصيب آخرون. وأفاد المكتب الإعلامي للمقاومة في إقليم آزال أن الهجوم الأول الذي نفذ في 5:30 من أمس الاثنين استهدف طقما تابعا للميليشيا أمام بوابة مقر البنك المركزي اليمني قرب جسر الصداقة بمنطقة التحرير وسط العاصمة صنعاء، أسفر عن مقتل 6 وجرح آخرين من عناصر الميليشيات. وأضاف مكتب إعلام مقاومة آزال أن الهجوم الثاني وقع عند 5 من فجر اليوم واستهدف تجمعا للميليشيا في جولة الجملة شمال العاصمة صنعاء، وقتل 21 من عناصر الحوثي والمخلوع صالح وأصيب آخرون في 5 عمليات نفذتها مقاومة آزال في العاصمة صنعاء خلال شهر يوليو الحالي. أبين، مواجهات عنيفة بين المقاومة والميليشيات في منطقة دوفس ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين. مارب، لقي 10 من ميليشيا الحوثي والمخلوع مصرعهم في اشتباكات عنيفة مع المقاومة الشعبية والجيش الوطني شهدتها جبهة صرواح، وتصدت المقاومة الشعبية لهجوم شنته ميليشيا الحوثي والمخلوع على مواقع متفرقة في جبهتي الجفينة وصرواح. وكانت المقاومة الشعبية قد شنت قبل يومين هجوما عنيفا على مواقع لميليشيا الحوثي والمخلوع جنوبي مارب، سيطرت خلاله المقاومة على 3 مواقع وقتل نحو 7 وأصيب 5 آخرون، 3 منهم بحالة حرجة. تعز، تجددت الاشتباكات العنيفة يوم أمس بين رجال المقاومة ووحدات من الجيش الوطني من جهة وميليشيا الحوثي وصالح من جهة أخرى في جبهة الضباب. وقال مصدر في المقاومة إن رجال المقاومة والجيش الوطني تقدموا إلى أقرب المنشآت النفطية وتقاطع شارع 30 أثناء الاشتباكات العنيفة مع ميليشيا الحوثي والمخلوع في جبهة الضباب غرب تعز. كما تقدم الجيش الوطني بمساندة المقاومة الشعبية إلى أمام السجن المركزي والسيطرة على مواقع بجوار السجن إلى منطقة عقاقة ومحاصرة نقطة 30 التابعة لميليشيا الحوثي والمخلوع. من جهة أخرى، يواصل رجال المقاومة بتعز تطهير حي الزنوج ومحيطه، حيث تأكد وصولهم إلى ما بعد مدرسة عبد الله بن المبارك. عدن، استعادت المقاومة الشعبية والجيش الوطني القصر الرئاسي بحي التواهي في عدن وأحكموا سيطرتهم على الحي بالكامل. وأشار الناطق باسم المقاومة في عدن إلى استسلام أعداد كبيرة من ميليشيا الحوثي والمخلوع، منوها بأنه يجري تمشيط معسكر الفتح من بعض الجيوب. وقال قيادي في المقاومة إن منطقة التواهي أصبحت تحت سيطرة المقاومة بشكل كامل بعد تمشيطها يوم أمس. من جهته، كشف قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء أحمد سيف اليافعي في تصريح للمدينة، كشف أن المعارك مع الحوثيين في التواهي أسفرت عن مقتل المئات منهم وأسر أكثر من 50 بينهم عمداء وعقداء وجنود عسكريون، وسيتم تسليمهم للصليب الأحمر وفق توجيهات الحكومة بالرياض. وأكد أن الحكومة ستعلن في الساعات القادمة عدن مدينة آمنة بعد تطهيرها من ميليشيا الحوثي والمخلوع.